بنتي يا نور الصباح، تعالي شوفي سيدك شاهين. حاضر. مين المعدلة دي؟ ما شفتهاش قبل كده. عدت بنت مناظر. أمال مش بيجي ست ورد اليمن أم شاهين؟ حسي اتنبح وأنا عنادم عليكي. ترشتي؟ كنت أساعد فضة في حاجة. يقطع فضة واللي هتعمله. مالكيش دعوة بحد، ما تساعديش حد. أنتِ هنا عشاني أنا بس. شايفة؟ شايفة قلة الأدب؟ سيبيها. أسيب مين؟ ده أنا هفرش عليها البلد كلها. يقطع مين يا بنت مناظر؟ لصالح حضرتك. صلح رقبتها. ردي عليا يا مت ربي يا بنت الأكابر. في إيه يا صالح؟ أنا أكلم نور الصباح. حد كلمك؟ تعالي كلميني زي ما أكلمك. بقول لك إيه؟ أنا مش تحت أمرك تمشيني وتندميني على كيفك. مين قال كده؟ كل حريم البيت هنا تحت أمري أنا. عمره ما كان ولا هيكون. أنا هنا زي زيك بالظبط، ومفيش حد أحسن من حد. لا في يا ورد اليمن، أنا أحسن منك، وكلمتي تمشي عليكي وعلى عبدتك وعلى كل من كان ليكي، فاهمة ولا لأ؟ يعني إيه؟ هتتحكمي فيا؟ يعني أنا حراشك وهقف جبالك وأشوف آخرتها معاكي إيه؟ كيف تزعقي في بيتي؟ خليتها زي اولها. انت في حالك ولا في حالي، وكله يلزم جنون. انا جنوني حكم يا ورد اليمن. نور الصباح بتاعتك دي تلم كل خلقاتها وتروح مطرح ما جت. ما حدش هيطلع من بيتي. بيت مين يا ام البيوت انت؟ بيتي وبيت جوزي وبيت ولدي. بقي عندك بيت ووادي يا ورد اليمن؟ اسمعي يا نور الصباح، غمض عينه وفتحها. لو لقيتك لسه واقفه قدامي هخلي فضة ونسيم يربوكي برا زي الكلاب الجربانة. وانا قلت نور الصباح مش هتمشي، واللي معاك اعمليه. فضة، نسيم، ارموا البت دي برا دلوقتي. حاضر. يلا يا بنت. كده ماشي، انا سايبها لك وهمشي معاها، وابكي شوفي هتقولي ايه الهمام. غوري في 60 حرديفة. ايه يا امي انت؟ ايه جمال عايش؟ هتسيبيها هتمشي؟ ستي دي خارة هتحكم عليا في بيتي، فاكره نفسها مر علي. وجوزك لو جه؟ ايه ما ياجي، ما انت شاهده وشايفه. شاهده مين؟ انا يا حبيبتي اتاخرت على بنتي. سلام عليكم. استني يا شمس لحد اخوكي ما ياجي. لا يا حبيبتي، انا ورايا بيتي وبنتي ومصالحي، وانت واخوي صفيوا مع بعض. وايه يعني همام؟ لما ياجي افهم اللي حصل. انا اتفرجت عليكي كم مره النهارده يا نظام؟ 5 مرات يا مولاي. ومع ذلك ما حسيتش لا بالملل ولا بالتعب ولا بالجهد. انا كل ما عينك تطل عليا بحس بسعاده يا مولاي. صحيح يا نظام. صحيح يا مولاي، واكتر من كده بكتير قوي. حسستيني ان انا عجوز يا نظام، راجل عجوز قدراته اقل من احلامه. اسمعي، روحي مخدعك وانا حاجة طول عليكي تاني الليلة قبل النوم. انا لولا اللي انا بشخر انا كنت خدتك عندي في مخدعي، بس الظريف ان مخدعك جنب مخدعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مال البيت هس هس كده؟ انت نمت ولا ايه؟ لا صحيين. ما صالحه ورد اليمن فين؟ جوه ستي جوه. مالكم فيه؟ اخبارك يا صالحه؟ قاعده جوه من دلوقتي ليه؟ انا ابو العم ما قلت لهاش امشي. ما قلتيش لمين؟ ورد اليمن لمت خلقاتها ومشت. من هالنفسها كده؟ شوطه وجات لها يا حبيبي. قاعدين انا واختك شمش امان الله، وهي عماله تجعر زي الجاموسه العشار في نور الصباح بتاعتها دي، وتقول يقطع فاضه واللي جابوا فاضه. قلت لها عيب يا بنتي، هما مين اللي جابوا فاضه دول؟ أسيادها. هتغلطي في جوزك ليه؟ بس ركبها 100 عفريت وقعدت تقول ده بيتي وبيت ولدي، محدش له دعوة بيه، محدش له في حاجة، أنا أعمل اللي أنا عاوزاه.
وعبدتها تهز في راسها. قلت لها لو ما قعدتش نور الصباح بالادب تمشي يا بنتي، احنا ما يلزمناش غير المؤدبين. معلش مشهد يعني. قلت لها يهديك يا ربنا استني جوزك، المره الزينه يا بنتي ما تسيبش بيتها، ما فيش فايده، وشها هيسفر ويحمر. ومشت. صالحه انا سمعتك للاخر وصدقك في كل كلمة قلتيها لحد دلوقت، وهسمع وردنا هسمعها برضو وما هردش، وهقعد مع نفسي واوزن الكلام. لو طلعت انت العايبة ما اقولكيش اعمل ايه، عشان زي ما هي عيبة كبيرة ان مرتي تطلع من بيتي من غير شرطي، عيبة اكبر ان يكون حد طلعها. نستنى لساعتها، وساعتها ربك هو العالم الصرفة هتكون ايه في العايب. يا مرحب يا مرحب يا شيخ العرب، يا مرحب يا مرحب يا مرحب، البيت نور وحالا يكون العشاء جاهز. ياتي النهار الابيض يا شيخ العرب. بيتكم عندكم؟ ايوه يا شيخ العرب، وحالا يكون عندك وتروحي معاك. يا ولد يا ولد، معايا ليه؟ وانا اللي جبتها عشان تروح معايا. يا شيخ العرب دي عيلة صغيرة ملهاش كبير يعني، انا مروح دلوقتي وزي ما جات ترجع. انت ما تعرفش اللي حصل. اقطع النفس يا بنت والزم الادب. اسمع يا ابو الزعلانة، بنتك ليها طلعة تانية واحدة من بيت التنبطة، مفهوم الكلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ العرب. بص يا بنت الناس، من غير ما اسمع ولا كلمة، ولو حتى كل الناس غلطت فيكي وضايقوكي وفوروا دمك، ما عنديش أنا أي حجة الواحدة تسيب بيت جوزها وتمشي أبدا. ومعوسي كلام ولا حديد، وانت عايبة من ساسك لراسك، عارفة كده ولا ما عارفاش؟ عارفة بس انت لا بس ولا ما بسش. خليني معاك بوش الهادي يا بنت الناس احسن، وشوفي لك فرشه افرشيها جار السرير لغايه ما يرضى عليكي. حاضر. يعني لا سمع صراخ ولا كسر عظم ولا راس خبطت في الحيطه ولا حاجه. عملتها السهتانة بت مناظر وضحكت عليه. راسي دايخة وعم شخبت كل شوية في حاجة وترميت على الباب، شكلي عندي عيا عفش. ظهر عندك عيا عفش صح يا صلحة، بس أنا عندي دواء. فضة! نعم يا سيدي. مين سيدك يا فضة ومين اشتراكي؟ انت يا سيد. زين، يعني ما تطلعوش ولا تلموش حد من بيتي من غير اذني. الست صالحة. بص، شهر يا فضة 30 يوم، لو خدمت ستك صالحة اي خدمة ان شاء الله ترد عليها السؤال هتقطع فرسك. تاخدي خلاجاتك دلوقتي انت ونسيم وكافة عدى هنا، وتقعدوا هناك في اوضتكم القديمة شرق المنظرة، لا طلوع ولا دخول. ولو شيعت لكم مراسيل وعرفت انك جيت وخدمتوها يبقى عمركم فض. توكلي. وانا حمل خدمه يا همام. اه، وانت هتخدم حد غريب، هتخدم روحك وجوزك وولدك. يلا شوفي وراك ايه.